باي باي. يلا بقى روحي. يلا باي باي. بالورقة والقلم خدتيني ميت ألم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي؟ عارفة سواد العسل أهو ده اللي حالك ليه وصل؟ إزاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل؟ يا بلد ما عندها نفسها، يا كل حاجة وعكسها، إزاي وأنا صابر انتهى لسه بشوف فيكي امل؟ ليه اللي جايلك اجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي؟ ترضاك وهي بتحضنك وهو ظلمك وبرضه بتنسفك؟ انسيني انا صابر انتهى ومش هشوف فيكي امل. انا اسفة يا بلدي، بس الفرصة ما بتجيش مرة، الفرصة مش بتيجي غير مرة واحدة، وانا مضطرة اسافر. هتوحشيني كتير. بالنسبة لإلي شيرين ما غنت منيح كتير اليوم. أول شي كانت خصوصا بأول نص من الأغنية كانت كتير مخنوقة، نفسها كان ضيق، كانت عم بتضيع اللحن كتير محلات، ما كانت مركزة النوتات، العالي ما كان كتير منيح، كان فيه هيك كان شوي حد يعني، كان بيحمل يكون مغلف أكتر مجوف أكتر. ما بعرف إذا هي قد ما كان بدها تفرجي إحساس ضيعت اللحن المزبوط، بس كان فيها تغني أحسن بكتير من هيك. اختيار هالأغنية اللي أنا ما بعرفها فظيع وجريء بنظري، عم بتعاتب البلد، مش إنه أنا بحبك بموت فيك وترابك وأرضك وبس أنا بدي روح. لا، الغنية إذا بتسمع كلامها في شيء كتير حلو بيقول إنه البلد هو شيء وعكسه، هو بفلسك وبسلفك، هو بيحضنك وبيشحطك. يعني حلوة، كان الصراع النفسي يلي كان بهالإيفال كان حلو. السبب اللي عطيتنا إياه ما حكيت بالأول، يعني بلشت تتغني دغري، فهمنا من غنيتها هي ليش فالة، يعني أكل بوكسات بالبلد وبدها تفل، واعتذرت من بلدها آخر شيء وفلت. الفكرة كتير حلوة لإلي أنا كتير، واختيار الأغنية جريء وحلو مش كذاب يعني. هلأ كيف غنت؟ إيه يمكن على العالي صار بيشبه الصريخ شوي وهيك، ما بعرفها أنا الأغنية، وعندي صعوبة إذا ما بعرف الأغنية بخاف يكون هو اللحن هيك، لأنه صار فيه صاير فيه ألحان فظيعة، يعني إنه في لحن منشز أوقات أنا بسمعه قبل ما يبلش المطرب يكون عم نشز من اللحن. ما بعرف الأغنية كيفية، بس بعرف إنه هي بتغني أحسن من هيك. بس أنا حسيت معه لو إنه ما غنت منيح، فهمت إنه هي كصبية ليش رايحة، يعني على القليلة كانت جريئة وحطت إصبعها على الجرح. بالنسبة لشيرين، يعني كيف بيقولوا بالفرنسي، كتير باسابل. باسابل يعني بيمرق، بيقطع كإيفال، بس مش هالإيفال الواو اللي بيجنن، ولا الإيفال العاطل العاطل
مثل ما شفنا قبل. انا شخصيا انا عتني اول 30 ثانيه لما قلت لها لاما يمكن يلا روحي بقى او لصديقتها او لشخص يعني للحدا اللي كان مرافقها. حبيت كيف وقفت، كيف اطلعت، كيف تنهدت قبل ما تبلش تغني. ولكن بالاغنيه ما لا ما مش بس ما بعرف الاغنيه ما بعرفها بس ما فهمتها يعني هيك حسيت انه اللحن كثير غريب يمكن نشزت خاصه على الواطي هيك النوتات ابدا ما فهمتهم. هلا لما طلعت درجه تحسن غنائها، ما بعرف انه ثاقبت طلعت درجه وصارت فايته اكثر بالاغنيه وحسيتها قريبه يعني اقتنعت فيها لشيرين اكثر. ولكن بالاخر انا ضد، انا اسفه يا بلدي بس الفرصه ما بتجي مرتين. هيدا نحن بنسميه زياده علك وحكي ما له معنى يعني. نحن فهمنا الموضوع وفهمنا وكنت مبسوطه بهالبساطه. باخر الايفال يعني انتزع انه الفرصه ما بتجي مرتين، نعرف هيدا الشيء وكان واضح بالاغنيه. ولكن مثل برجع بقول باسابل، مش عاطل ومش بجنن كإيفال. أوكي، أنا رح أحكي عن المغنى تبع شيرين اليوم. يمكن كان كتير منيح الخيار الأغنية كمشهدية وكفكرة، بس بالنسبة إلي كان اختيار سيء للأغنية لأنه فيها كتير واطئ وفيها كتير عائلة بنفس الوقت. بيكون صعب كتير عليا هي إنه تختار الطبقة المناسبة لقلتها تقدر تكون عم تبيلنا صوتها مظبوط. حسيت نفس شيرين اليوم كان عاطل، ما سعدها بالنوتات ولا الواطين ولا العاليين. حسيت انه كان في تردد بالنوتات يعني مش عارفة وين النوت مظبوط. نحن لأن ما بنعرف الأغنية حتى ما قدرنا منا نفهمها كيف مركبة، شو ستركتور تبعها وشو اللحن الحقيقي تبعها. ما حسينا فيها للأغنية. صح.